يعني سلمى اليوم مع درجات الحرارة اللي كتير عالية، خاصة نحن بشهر آب، وكل الناس يمكن عم تتوجه إن كان للبحر أو حتى للمسابح لتخفيف شوي من درجات الحرارة العالية، لكن الآثار السلبية اللي عم تتركها هي الشمس، يمكن على أجسادنا على بشرتنا، هي آثار ممكن تكون طويلة المدى لحتى تروح ونتعذب شوي لحتى ترجع بشرتنا مثل ما كانت، سواء من آثار الحروق أو حتى الندبات يلي بتتركها عليها الشمس. رح نحكي بهذا الموضوع بالتفصيل وكيف فينا نتجنب حروق الشمس. الجواب رح يكون مع ضيفتنا الدكتورة وهيبة ويليام سليمان، اختصاصية بعلاج الأمراض الجلدية. صباح الخير دكتورة. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك دكتورة، وأهلا وسهلا فيك. خلينا بالبداية نبلش نحكي عن حروق الشمس وأنواعها المتعددة، وخصوصا بنشهدها بفصل الصيف. هلا حروق الشمس هي مثل اي نوع من الحروق، يعني الحروق ممكن تنتج عن كذا شغله، بس اهم شيء نحن بالصيف هي حروق الشمس. حروق الشمس ممكن تكون درجه اولى، ثانيه، ثالثه، مثل ما قلنا مثل اي حرق. طبعا اكثر شيء بتصير وقت التعرض بشكل فجائي وفتره طويله. هلا يعني وقتنا هلا حراره عاليه، وقت كثير عم نروح على المسابح على البحر، ما عم ننتبه بنوب انه ما عم نحط اساليب الوقايه اللي هلا رح نحكي عنها. بننتبه كثير عند الاطفال، لازم ننتبه لانه مساحه سطح جلدهم بتكون كبيره بالنسبه لوزنهم، فوقت يحترقوا بيتعرضوا اكثر للحروق. فالحروق هي بتبدا من الدرجه السطحيه، انه بيكون بس احمرار بسيط، بس ممكن تتحول لدرجه ثانيه اذا ضلينا قاعدين وما حطينا اساليب الوقايه. ممكن يصير عندنا حويصلات صغيره، فقاعات، وممكن كمان تختلط بالتانات وقت تكون عم تكون قويه، وتصير درجه ثالثه، وحتى تصير ندبات. واهم شيء نحن الحرق ممكن يكون دغري يبين هالاحمرار بعد ساعه ساعتين تعرض للشمس، وممكن لا ما دغري لاول يوم وثاني يوم. والحرق ما بيطيب دغري، يعني وقت عم نحترق الحرق ممكن ياخذ ايام وممكن اشهر، والتاثيرات الجانبيه تبعه سواء كانت من الحرق بحد ذاته، التصبغات، التاثيرات بعيده المدى وقت عم يكون تعرض من الطفوله، كل التاثيرات بناخذها الناجمه عن الشمس، من تصبغ مثل ما قلنا، مثل الحرق، ممكن تجاعيد، شيخوخه الجلد، وحتى بننتقل لسرطانات الجلديه، لانه في عندنا ممكن توصل للسرطانات. طبعا هلا ما دغري رح تبين، ما دغري رح يصير سرطان الجلد، هو تراكم الاشعه فوق النسجيه منذ الطفوله. فالاشعه هي اشعه الشمس، هي في عندنا كذا نوع منها، الضوء المرئي هو الضوء المرئي تبع الشمس، في عندنا الاشعه تحت الحمراء هي المسؤوله عن الحراره اللي بتعطينا السخونه والحراره، وفي عندنا الاشعه فوق البنفسجيه الاي والبي سي، عاده ما بتوصل، بس هلا طبعا في ثقب طبقه الاوزون صارت توصل. الاي هي طويله المدى، هي بتخترق حتى الملابس، بتخترق يعني كثير اساليب من الوقايه الزجاج، وفي عندنا البي هي القصيره، وهن الاثنين ضروري كثير الوقايه منهم. اهم شيء نحن كريمات واقيه من الشمس. الكريمات بننتبه انه ما في كريم واقي من الشمس مثل ما بيحطوا بالدعايات انه بضل 24 ساعه، اكيد دائما نحن لانه على التعرق ممكن يكون اكثر من غيرها، فممكن تستمر مثلا 3 4 ساعات، فنحن دائما بنحاول قبل ما نطلع نحط واقي الشمس، نعيده كل ساعتين 3 ساعات، وما بيكفي الواقي، ما بيغطي، هو اسمه واقي فما بيمنع التعرض للشمس، يعني اكيد رح ناخذ تاثيرات جانبيه بس طبعا بخف. فلذلك نحن واقي الشمس بنحضر حالنا وقت نروح للمسبح للبحر، اكيد الواقي، والواقي بده يكون نوعيته جيده، درجه العامل الوقايه 50، ما في داعي اكثر بنوب، لان كل ما كثرنا العامل الوقايه اذا كان مضبوط بتدخل مواد إضافية ممكن تحسس وتساوي لنا تأثيرات جانبية، فبكفي هو عامل وقاية 50. بدنا ننتبه دائما طواقي، بدنا نحط طواقي تكون يعني مغطاية الوجه، دائما لباس البحر يعني يكون نوعيته كمان منيحة، ودغري بس ننزل على المسبح أو البحر نطلع دغري نساوي حمام لنروح الكلور والمواد العالقة باللباس، ونلبس ثياب فاتحة يعني وقطنية تكون، فهي قدر الإمكان بتعكس الشمس. نعم دكتورة، كثير من السيدات بيسألوا يمكن وقت التعرض للشمس ممكن هذا الشيء يترك آثار مثل ما حكينا، إن كان آثار حروق أو حتى ندبات، البعض بيصير مثل بقع بالوجه. هون إذا بدنا ندخل بالعلاج، كيف بيكون العلاج طبعا اللي بيناسب كل مستوى للحرق أو حتى الندبة المتروكة على الوجه؟ مثل ما قلنا الحروق علاج الفوري إله، يعني وقت مريض حسينا إنه حمر هو لحاله قبل ما ننتقل إنه نروح على الطبيب، بالمي البارد
باردة، مية الحنفية العادية ممكن نغسل، نحط كمادات باردة. التلج ما بنحبه كتير لأنه بيصير يعني إذا كتير حطيناه مع الحرق بصير ارتكاس ما بدنا إياه، فالمية الباردة. بس متى ما صار عنا فقاعات صغيرة أكيد بقى بدنا نتجه للطبيب، بدنا ناخذ مضادات التهاب غير استرويدية تخفف الوزمة، ممكن حتى كريم كورتيزوني، كله هذا احنا ما بنحب إنه نستعمله بس وقت نضطر بدنا نستعمله. وطبعا إذا صار حرق عميق لازم يتعالج عند الطبيب، ممكن ناخذ أدوية التهاب بس أكيد عند الطبيب. التصبغ ما رح يصير دغري، أول شيء بصير عندنا احمرار، بس أي حرق سواء شمسي أو غيره دائما ممكن يصير عندنا نقص تصبغ أو زيادة تصبغ، وهذا يعني ما رح يروح التصبغ بيوم بيومين وشهر، ممكن ياخذ شهور بالعلاج. فننتبه كثير، ومتى ما صار الندبات وقت حرق كثير عميق فأكيد علاجها كثير صعب وممكن نضطر لحتى الليزر وشغلات ثانية. نعم. طيب دكتورة خلينا نحكي اليوم كمان في كتير أشخاص بيتعرضوا مثل ما قلتي للحروق، وبيكون طريقة المعالجة الخاطئة بتؤدي إلى أنه يتسبب هذا الحرق بندبات تضل فترة طويلة. وبنسمع دائما عن أنه في ناس فورا بتروح لعند صيدلي بتاخد مرهم فيه كورتيزون لتعالج، ايمتى انا بقدر استخدم هاي الانواع من المراهم والتدرج فيها؟ وممكن في ناس ما بيصير تستخدمها، وحتى هلا بالصيف يعني حتى مراهم الكورتيزون بيقولوا ما لازم يطلع الشمس اذا حاططه، نحكي شويه هاي معلومات. مراهم الكورتيزون اذا كانت مثلا درجه اولى خفيفه كثير الهيدروكورتيزون ممكن انه نحطها بعد الحرق، ما يكون معها مواد ثانيه، في مواد محسسه ضيائيا هي بتكون موجوده مع مراهم الكورتيزون النيومايسين، فيعني هون وقتها انه اكيد ما ناخذه غير بعد استشاره الطبيب. فنحن اهم شيء كمان ما نحط شغلات، يعني ممكن كريم الكورتيزون احسن ما نحط القهوه ومعجون الاسنان ودبس البندوره وكله، فهذا هي علاجات خاطئه اكيد. مثل ما قلنا هو التبريد السريع، واهم شيء نحن الوقايه، يعني نحن نحاول ما ننزل للبحر أو للمسبح بين الساعة 10 للأربعة، كله هلا بيعترض علينا لا بدون يتشمس ويساوي برونزاج، هذا شيء كتير مضر. وحتى المواد اللي مستخدمة بالبرونزاج والاسمرار هي مواد مانا طبية وما في شركة طبية بتساويها، كلها مواد مو معروف شو هي، فهي كلها ممكن انه تعرضنا لصاحب تساوي لنا هالاسمرار، بس كله هذا ممكن يصير تأثيرات جانبية على المدى البعيد، سرطانات جلدية. فنحاول قدر الإمكان نحن إذا بدنا ناخذ شوية لون ما بدنا هاللون اللي بسرعة، ممكن مثلا بعد بين انه نحط واقي الشمس مو كل ساعتين، نحطه كل أربع ساعات، نحاول نتعرض تدريجيا، مو من أول يوم مثلا رحنا على المسبح أو على البحر نقعد أربع خمس ساعات، وكون بالأصل هن شبابنا مثل ما بنعرف هلا بيناموا بالنهار بالليل وبفيقوا بالنهار، ما بيكون متعرض بالأصل جسمه للشمس، بيروحوا فجأة على المسبح على البحر فبيصير عندنا هالحروق. فالتعرض يكون تدريجي، نحط واقي الشمس، إذا كثير بدنا لون نحاول إنه نحن بعد الساعة 4 أو قبل الساعة 10، بعد الساعة 4 أو 5 بتكون ما عادت عمودية الشمس، يعني بيكون خياله الواحد إذا طلع بيكون أطول منه، فهون ضرره بيكون أقل الأشعة فوق البنفسجية. فنحط واقي الشمس ممكن بعد بين فترات، بس اول يوم خاصه عند الاطفال ننتبه ونقعد بالظل دائما، عند دغري نطلع بس كمان الظل ما نفكر انه رح يحمينا من الشمس، لانه المي بتعكس الشمس، الرمل بيعكس الشمس، كله ممكن يجي على الشخص ويصير تاثيرات جانبيه. نعم تمام. دكتوره من الاخطاء الشائعه اللي حكيتي عنها في حال التعرض للحروق انه دغري نحط ثلج، نروح نستخدم الكريمات اللي بتخفف الحروق باستشاره ذاتيه واستشاره صديق بدون اللجوء للطبيب. خلينا نحكي عن هذا الموضوع بالتفصيل لانه بصراحه عم يعمل كوارث حقيقيه بالنسبه للاشخاص اللي عم يتعرضوا للحروق بمختلف درجات الحرق. اكيد مثل ما قلنا نحن اذا كريم ما نو مناسب بالعكس ممكن يزيد، في كثير مثلا العشابين او ممكن اخواننا الصيادله ممكن او الواحد من تلقاء نفسه يحط كريمات فيها مواد طبيعيه على اساس انه هي ما بتحسس، بالعكس في كثير شغلات هي بتساوي لنا تحسس فوق الحرق فوقتها بيزيد الحرق. فننتبه كثير انه اول شيء مثل ما قلنا الوقايه، واقي الشمس، الطاقيه، النظارات الشمسيه اللي كمان لانه النظارات بدها تكون منيحه وفيها فلاتر للحمايه من الاشعه فوق البنفسجيه، لانه كمان ممكن تفوت حتى للشبكيه تاذيها اذا تعرض لفتره طويله، فهي الوقايه اهم شيء. متى ما صار الحرق بده علاج حرق، قلنا اذا حرق سطحي مع شويه غسيل بالمي والمي البارده، وما بقى نرجع للشمس، يعني مو انه الواحد غسل خفت حراره الجسم، خف الاحمرار يرجع يطلع على الشمس بنفس اليوم او ثاني يوم، لا بده حمايه حتى ما يصير تأثير قوي فوق بعضه. نعم.
طيب دكتورة، كمان خلينا نحكي، اليوم في كتير أشخاص بيقولوا بدل ما يحطوا المواد اللي حضرتك حكيتي عنها بيرجعوا للمواد المعروفة، مثلا بيقولك ممكن نحط فيزلين، ممكن نحط جليسرين، ممكن نحط زيت زيتون ونقعد تحت الشمس سواء بالمسبح أو بالبحر، فهذا الشيء بيعطينا لون وأخف ضرر على البشرة، مدى صحة هاي المعلومات؟ هلا هي مطريات، سواء البازلين زيت الزيتون، نحن بنحب المطريات، بس هي بالشمس لا، ما بدنا اياها، ما بدنا غير واقي الشمس، وواقي الشمس لا مشان ياخذوا لون، يعني مثل ما قلنا لناخذ لون بدنا يكون لون تدريجي، لان نحن اللون اللي عم ناخذه بنلاقي بقى على الكلف اللي ما عم تروح معنا بشو ما ساوينها ل 100 علاجات، سواء بالادويه او بالميزو او حتى الليزر، فكله ما بنستفيد، فاهم شيء نحن انه ناخذه تدريجي. نحن كيف الجلد عم يدافع حاله؟ في عندنا خلايا صباغيه بيزيد انتاجها فبتساوي لنا هالاسمرار، بس ما بدي انا يكون زياده بانتاج كثير حتى يصير عندنا هالكلف، بصير بمحلات اكثر من محلات، فنكون حاطين واقي الشمس اللي بيكون معه عادة هو اليو في بي أكثر شيء، بس نحن لازم يكون عامل وقاية ودل على الأشعة فوق البنفسجية بي، لازم يكون كمان عنده حامل وقاية لـ A والأشعة فوق البنفسجية. ننتبه كثير عند الأطفال بدنا نحط هالواقيات الشمسية، وخاصة اللي بشرتهم فاتحة، الشقر الحلوين كلهم متلكم فهدون بيتعرضوا كثير للشمس، العيونهم فاتحه، شعرهم احمر، فهدون ما عندهم حمايه بالاصل، خاصه اللي عندهم كمان استعداد للامراض الجلديه، عنده مثلا ورديه وجه، هي نوع من الاندفاعات بتصير على الوش بتزيد كثير عن الشمس. وبننتبه كمان الادويه اللي عم ياخذها المريض، خاصه فتره الشباب، ادويه حب الشباب، سواء الدوكسيسيكلين حب الالتهابات بيساوي لنا حساسيه ضيائيه، او حتى الريتينويدات، هي كلها بتساوي لنا جفاف زياده، وطبعا وقت نتعرض للشمس بده يصير جفاف اكثر، حرق اكثر، بصير تسخن بالجلد، ملمس الجلد مانه طبيعي، وبعدين بقى بتصير عندنا التصبغات اللي ما بتروح والتجاعيد اللي ما بتروح، فننتبه قدر الامكان. واهم شيء التقرانات الشمسيه، هي بتصير انتفاعات ورميه بتصير خاصه عند مثل ما قلنا ذوي البشره الفاتحه، هي التقرانات اذا ما تعالجت وقتها بدها تصير سرطانات، وممكن يصير كثير سرطانات جلديه عند التعرض للشمس. نعم اكيد بدنا نحن سلمى ناخذ لون حلو ونستمتع بالصيفيه ونروح على البحر وعلى المسبح بدون على مهلنا على مهلنا اكيد دكتوره ناخذ معنا كل اساليب الوقايه، يعني واقي الشمس، الطاقيه، الملابس نغيرها، دائما نلبس ملابس فاتحه، ونحاول ننزل بعد الاربعه اكيد. شكرا لك دكتوره، واكيد الصحه والسلامه للكل.